بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية القائم على تنظيم هذا الحفل وهذا المؤتمر الذي أعتبره بداية انطلاقة جديدة لكيفية التعامل مع منظومة القمامة في مصر. طبعا هناك جهود عديدة في هذا المجال. اسمحوا لي أيضا أن أتوجه بالشكر للسيد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والسيد الوزير خالد فهمي وزير البيئة. رغم انشغالهم حرصوا على أن يشاركوا معنا في بداية هذا اللقاء. اسمحوا لي أيضا أن أتوجه بالشكر لزملائي السادة المحافظين معالي المحافظ ياسين طاهر محافظ إسماعيلية ومعالي المحافظ اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة. واسمحوا لي أن أتوجه لكم أيضا بالشكر على مشاركتكم معنا في هذا المؤتمر أو تلك الندوة. بداية أنا توليت مسؤولية محافظة القليوبية من 27/12/2015، يعني دلوقتي بقالي ما يقرب من 3 أشهر وأكثر، 15 يوم تقريبا، 3 أشهر ونص. القليوبية من المحافظات اللي فيها زي ما بقول فيها فصول الصيف الأربعة أو المتناقضات كلها، ففيها العشوائيات، فيها مشاكل المخلفات الصناعية، فيها مشاكل العشوائيات الصناعية أيضا وملوثات البيئة، فيها مشاكل عدم وجود ظهير صحراوي لها، مناطق كثيرة جدا ما بنقدرش نتعامل فيها بشكل حضاري مع الأزمات والكوارث نتيجة عشوائية البناء المنتشر فيها. وحتى لا أطيل وأستغرق وقت أكثر، فسأبدأ مباشرة في عرض منظومة التعامل مع القمامة في محافظة القليوبية. وحقيقة يمكن أنا بختلف شوية في تجربتي عن تجربة السادة المحافظين اللي تم عرضها، ويمكن ده كان الاختلاف. إن الدكتورة عبلة قالت لي تعالى معانا في هذا اللقاء، يمكن محافظة الجيزة وزارة البيئة داخلة معاها في جزء في إمبابة، محافظة إسماعيلية برضو شغالة، أنا شغال حاليا لوحدي. طلبت برضو دعم من وزارة البيئة، ولكن السيد وزير البيئة وعدني إن احنا هندخل في مرحلة لاحقة لتلك المنظومة. ولكن الأساس دايما اللي احنا بنشتغل عليه أن الموارد محدودة، وليس لدينا فكرة أن نستمر في دعم الدولة لتلك المنظومة، ولابد من التوجه إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال لدعم المنظومة.